مساء الخير والسعادة على متابعيني السكر الزيادة. وصفة النهاردة أو فيديو النهاردة حاجة كده محببة لقلبي، طبعا بستناها من الفترة لفترة. هنقدم النهاردة عجينة قطنية فلافي جدا 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 جدا، وهنعمل منها شكلين من المخبوزات، حاجة حلوة وحاجة حادقة. بإضافة بسيطة جدا هنحول الحاجة الحلوة دي لحاجة بمنتهى الشياكة، نحطها في الفريزر لأي وقت زي نقدر نطلعها ونستخدمها على طول. عجينة طرية ومورقة وبإضافة بسيطة جدا هتطلع معانا في منتهى الفلافي جدا وقطنية جدا. يلا بينا نشوف ازاي. كل اللي هحتاجه كوباية من الحليب الدافي وكوباية من المية الدافية. انا هنا نص ضفت نصها بس نقدر نضيفها كلها عادي مفيش مشكلة، اهم حاجة تبقى الحليب والمية دافيين جدا. وبعد كده نزلت عليهم بنص كوباية من السكر ومعلقتين كبار من الخميرة. هفضل اقلبهم كده بالمضرب السلك لغاية ما اتأكد ان هما كلهم امتزجوا ببعض كويس جدا. بعد كده هسيبهم لمدة بس من 3 ل5 دقايق، اتأكد ان الخميرة بتاعتي نشطة ومش هتبوظ معايا العجين. بعد كده ضفت عليهم نص كوباية المية التانية الدافية برضو وقلبتهم، تقدر تضيف الكوباية كلها في الاول. بعد كده نزلت ببيضة واحدة، وبعد كده نزلت كمان بكوباية الا ربع خليط من الزبدة الصفراء عليهم شوية زيت، يعني ممكن تحط نص زبدة وربع زيت او ربع زيت ونص زبدة، يعني تخلوا المادة الدهنية كوباية الا ربع. والزبدة هي العامل الاساسي في ان العجينة بتاعتنا تبقى قطنية جدا. هفضل اقلبهم كده باستمرار بالمضرب السلك، وبعد كده هنزل عليهم بتمن كوبايات بما يعادل كيلو واحد من الدقيق، عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة ملح، وهنزل عليهم كده اقلبهم بالريسباتيولا او بمعلقة. وبعد كده اتأكد بس ان خلصنا كل السوائل، وبعد كده هعجن بايدي على طول. العجينة دي نقدر نضيف عليها كوباية من الزبادي مفيش مشكلة، نزود في البيض تمام، نضيف معاه لبن باودر مفيش مشكلة، ايا كان اللي عندكم في التلاجة استخدموه بس ما نستغناش عن الزبدة تمام. فضلت اعجن كده بايدي لغاية بس متأكد ان هي لمت كل العجينة معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، شايفين يعني امتصت كل السوائل وخلاص بقت كتلة واحدة على بعضها. هبتدي بقى اعجن فيها زي الحركات اللي انا بديها بوكسات كده لمدة 5 ل7 دقايق ضروري باستمرار، عشان بصوا شايفين نعمت وبقيت معايا ازاي جميلة جدا. اهم حاجة برضو هنا مع الزبدة نعجن باستمرار من 5 ل7 دقايق، بغطيها وترتاح بس ربع ساعة. هوريكم منظرها بعد ربع ساعة، كانت قربت ما شاء الله ما شاء الله تفرقع في وشي بجد، جميلة جدا 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 في منتهى السهولة من غير اي تعقيدات ولأي حاجة. عايزين نطلعها كده مورقة وطرية وفلافي جدا، نقدر نستخدم العجينة دي سواء في الحلو او في الحالي تمام. ما تقولوش ان احنا هنقطرين فيها السكر فهتطلع حلوة مسكرة، لا بالعكس، السكر بتاعها يعني مش باين، ولو عايزينها حاجة حلوة اكتر ممكن نضيف كمان نص كوباية سكر تاني. لميت العجينة بتاعتي كده مع بعض على بعضها كده كويس، وهبتدي اشكل اللي هي وردات دوار الشمس. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. باخد كور من العجين بتاعي في حجم اكبر كده من الليمونة واصغر من التفاحة، مش عارفة اوصل لكم الحجم هنا، يعني ما نكبرهاش قوي. ببتدي اكور كده وعلى الكاونتر بعمل الحركة دي عشان بس ايه اخليها شكلها مظبوط كده. بجيب زي كوباية يعني حاجة تبقى صغيرة، انا استخدمت هنا علبة التوابل دي من تحت، عايزاها تبقى مدورة كده فغطيتها الاول في الدقيق. وبعد كده هبتدي بصوا هعمل ازاي، هنغزها كده، هضغطها قصدي في النص كده علشان اجوفها للداخل شوية. وبعد كده هيكون جنبي مقص، هبتدي بقى اتشوفوا الشكل اللي هعمله. طب انا ما بقصتش للاخر، ده يدوب بعمل شرايط كده بالمقص، والمقص اللي انا مستخدماه مقص مطبخ، مش يعني مش بيطلع بره المطبخ خالص تمام. بديها الشكل ده، طبعا لازم مسحة الدقيق في الكوباية او اي حاجة هتستخدموها علشان خاطر بس ما تلزقش في العجين ويبقى سهل تطلعوها. شايفين الشكل؟ هو ده اللي انا اقصده. بخرج بس بتاعت التوابل بتاعي، وفي النص كده ببتدي بس ادي فراغات للشوكه، لان انا مش عايزه المنطقه اللي اتجوفت لجوه دي تقب معايا في الفرن، لا انا عايزاها زي ما هي. فهبتدي في الشوكه اديها بس نغزات كده علشان ما تقبش معايا. ده كان شكلها بعد ما عملتها، جميله جدا سهله جدا. وهركنها على جنب بقى طبعا علشان تختمر كمان 10 دقايق. هعمل معاكم واحده تاني بالمنظر ده. طبعا انا عملت فيديو قبل كده لاشكال العجين كتير جدا،
هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. حوالي 7 اشكال بعجينة واحدة، كانت كلها منها الحلو ومنها الحادق، يعني انا بحب العجين جدا جدا جدا. ده كان برضو الشكل التاني، يعني كررنا واحدة تاني عشان برضو الناس تركز معايا. اديني الشكل الجميل ده، هرصه كده على جنب لغاية ما يختمر بس لمدة ربع ساعة او 10 دقايق بالمنظر الجميل ده، شكله جميل جدا جدا جدا. هغطيه طبعا علشان وشه ما ينشفش. وانا بعمله يعني قلت هعمل كام واحده باتيه كده عشان اوريكم برضو شكله. باتيه الافران بيتعمل ازاي. خدت كوره بقى اكبر بقى من التانية، يعني في حجم التفاحه كده شويه او كمان في حجم البرتقانه. فردتها كده مستطيل طويل او بيضاوي، تمام. الحشو بقى الجبن اللي انتوا تحبوها، اي حاجه ممكن تسيبوها فاضيه، ما فيش اي مشكله خالص. انا عملتها مستطيل كده وجيت من الطرف، من واحد من الطرفين حطيت الجبنه بتاعتي وابتديت اقفل زي ما هتشوفوا. بس وانا بقفل بضغط على الاطراف علشان الجبنه ما تخرجش منها بالظبط كده زي ما انتوا شايفين، لازم الحركه دي وخصوصا لو انتوا هتحشوها، تمام. وببتدي الف تاني، لو حاسه ان العجينه معايا سميكه بديها فرده تاني بالنشابه بتاعتي وارجع ابرم تاني بالمنظر ده، وبخلي الطرف الاخير ده اخليه لتحت، بلاش اخليه من فوق على خاطر ما يفتحش معايا في الفرن بالمنظر ده، شايفينه. وبحاول اساويه، يعني انا لما بضغط عليه بحاول بس اساويه وبركنه كده على جنب اسيبه يختمر شوية. وبعد 10 دقايق ده كان شكل كده الجميل بتاعنا. برضو بتأكد بزود على الفراغات كده علشان خاطر ما تقبش برضو معايا، تمام. باجي بقى بيضة بصفار بيضة، اقصد بصفار بيضة عليها معلقة واحدة بس من الحليب، وببتدي امسح وش المخبوزات بتاعتي علشان تاخد اللون الذهبي اللي هتشوفوه دلوقتي، وبدخلها الفرن. بس طبعا الفرن لازم يكون سخن على 180، اكون مسخناه من قبلها، وبياخد معايا من تلت ساعة لنص ساعة على 180. ده كان شكلها جميل، بصوا طرية جدا ازاي عجينة، شايفينها ازاي طرية جدا. حاجة كده جميلة جدا 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 يعني، وشكلها جميل جدا جدا، وطعمها وريحتها وهي بتتعمل كان جايب اخر الشارع بجد. اعملوها وارجعوا قولوا لي ايه رأيكم. حتى شايفين الباتيه بتاعنا، شايفين لما هفتحه، شايفين بصوا فلافي ازاي لما بضغط عليه، خفيف جدا جدا جدا، يعني تحفة جدا جدا. ابتديت بس اديهم شويه سكر باودر كده من على الوش، لان انا قلت لكم العجينه مش مسكره قوي، فديتها شويه من السكر باودر كده. وابتديت بقى في الفتحات اللي في النص دي، كان عندي مربى من الفراوله، اي نوع مربى بتفضلوه، كمان ممكن تحطي شوكولاته، يعني شوكولاته صوص شوكولاته، اي حاجه انتوا بتفضلوها، تمام. ممكن تسيبوه كده مفيش اي مشكله خالص. انا حطيت المربى كده في النص فكان شكلها تحفه جدا جدا جدا، خصوصا ان هي مربى فراوله فالشكل متناسق قوي، يعني شكله فعلا الصوره بتتكلم عن نفسها. هنا الباتيه بتاعنا شايفين فلافي جدا ازاي، العجينه شايفين طريه ازاي، اظن واضح قدامكم. دي كان فيديو وصفه النهارده، اتمنى انها تكون نالت اعجابكم، واتمنى للي بيشوفني لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس على الكل علشان يشوف باقي الفيديوهات بتاعتي. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم دايما ومحل ثقتكم دايما، واستنوني في وصفات وفيديوهات جديده قريب باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد قريب، مع السلامه.